هزة جديدة في أسعار الذهب في السوق المحلية، تفاجأ الجميع بعد توقعات باستقرار أسعاره، وعلى جانب آخر استقرار أسعار الدولار في البنوك للشهر الرابع على التوالي. ماذا يحدث في سوق الصاغة وما سبب الهزات التي يتعرض لها الذهب حالياً؟ وهل الوقت مناسب للشراء؟ وأيضاً ما مصير الدولار؟ هل سينخفض أم سيستقر في البنوك؟ هذا ما سنعرضه الآن في هذه التغطية الاقتصادية. ونبدأ بالدولار. استقر سعر صرف الدولار للشهر الرابع على التوالي في البنوك العاملة في مصر دون أي ارتفاعات. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري نحو 30 جنيها و84 قرشا للشراء و30 جنيها و96 قرشا للبيع. سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في بنوك الأهلي المتحد والتجاري الدولي CIB وأبوظبي التجاري والإسكندرية وفيصل الإسلامي والمصرف العربي الدولي والإمارات دبي الوطنية والمصري للتنمية للصادرات وقطر الوطني QNB والمصرف المتحد كريدي أجريكول وقناة السويس والكويت الوطني والمشرق وبنك HSBC وبنك بلوم نحو 30 جنيها و85 قرشا للشراء و30 جنيها و95 قرشا للبيع. سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري 30 جنيها و84 قرشا للشراء و30 جنيها و96 قرشا للبيع. سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك الأهلي ومصر نحو 30 جنيها و75 قرشا للشراء و30 جنيها و85 قرشا للبيع. سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك التنمية الصناعية نحو 30 جنيها و75 قرشا للشراء و30 جنيها و85 قرشا للبيع. وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تسعى كذلك إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65%. وقررت لجنة السياسة النقدية بمجلس الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة على الدولار لتبقى عند مستوى الشهر الماضي والذي سجل 5.25%. ويأتي ذلك بعد سيطرة الفيدرالي الأمريكي على معدلات التضخم والتي انخفضت إلى 4% مقابل 4.9% في مايو الماضي. وثبت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية عند 5% و5.25% على التوالي لتشهد معدلات الفائدة الأمريكية تثبيتاً عند أعلى مستوى منذ 2007 قبل الأزمة المصرفية العالمية. وقال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي أن الصناعة في مصر تعتبر على الواردات بشكل كبير وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، ولذلك هناك ضرورة لتعميق الصناعة الوطنية حتى لا تكون الصناعة مرهونة بسعر صرف الدولار، وأن هناك ارتفاع في إيرادات الصادرات والسياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر حيث تحتل مصر المرتبة الثانية في المنطقة في جذب الاستثمار الأجنبي بعد دولة الإمارات، خلاف انخفاض معدل البطالة بشكل ملحوظ، وهذا دليل على الاقتصاد المصري يتحسن بشكل كبير. وأضاف أن الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت مصر أكثر قدرة على تحمل الصعاب، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أشاد بصلابة المواطن المصري، خاصة أن الشعب المصري دفع ضريبة ثورتين وما تبعهم من فوضى وسيولة في الشارع. ولفت إلى أن مصر تعاني من نقص من الموارد مع زيادة عدد السكان وقدرة الاقتصاد على التعافي سريعا رغم الأزمات العالمية هو أمر جيد للغاية. أما عن العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه فقد سجلت كالتالي: بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33
جنيه و92 قرشا للشراء و33 جنيها و76 قرشا للبيع. وصل سعر الجنيه الاسترليني نحو 39 جنيها و81 قرشا للشراء و39 جنيها و98 قرشا للبيع. وصل سعر الريال السعودي لنحو 8 جنيهات و22 قرشا للشراء و8 جنيهات و24 قرشا للبيع. بلغ سعر الدينار الكويتي امام الجنيه نحو 100 جنيه 39 قرشا للشراء و100 جنيه 82 قرشا للبيع. سجل سعر الدرهم الاماراتي امام الجنيه نحو 8 جنيهات و39 قرشا للشراء و8 جنيهات و42 قرشا للبيع. والان ننتقل الى اسعار الذهب. تواصل اسعار الذهب التذبذب على المستويين العالمي والمحلي، وتذبذب اسعار الذهب بين صعود وهبوط خلال الايام الماضيه، الى ان وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الى 2175 جنيها بدون مصنعيه. وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 2486 جنيها. سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا 2175 جنيها للجرام، وللشراء 2165 جنيها للبيع. سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 فهو 1864 جنيها. وسجل سعر جنيه الذهب اليوم 17400 بدون مصنعية. أما عالميا فقد سجل سعر الأونصة عالميا 1931 دولارا. وقد أظهر مجلس الذهب العالمي في تقريره الأخير إلى أن الربع الأول من العام شهد تناقض بين ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب وتزايد الطلب الاستهلاكي من الصين، وبين ضعف عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المدعومة بالذهب، بالإضافة إلى ضعف الطلب الاستهلاكي من قبل الهند وانخفاض الطلب على الذهب خلال الربع الأول من العام. مشاهدينا، انتهت هذه التغطية الاقتصادية. بشكر حضرتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.